مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من زدني علما، اللي تعرفوا أنه هالبلاتو هذا يتفاعل معكم دائما مع الشواغل، مع الاهتمامات، مع ما يطرأ في تونس من وضعيات ومن حالات. وطبيعي جدا أنه تفتح اليوم الاستوديو كي تنبض القلوب عزاء في بواسنا، في جنودنا، في حرسنا الوطني اللي استشهدوا اليوم، واللي من قناة القلم ومن زدني علما لابد أن نرفع أخلص التعازي والمواساة لعائلة السلك ولعائلة الشهداء الأبرار والبواسل ولذويهم ولعائلاتهم ولكل العائلة التونسية الموسعة في شهدائنا البواسل على أثر الجريمة النكراء والجريمة اللي تهتز لها القلوب جميعا كما تهتز لها الأذهان، لأنه هذا العنف، لأنه هذه الجرائم، لأنه هذه الوضعيات مرفوضة تماما في بلادنا. ما هيش مرتبطة لا هي بجانب سياسي ولا هي مرتبطة بجانب اجتماعي ولا هي مرتبطة بجانب فكري، بقدر ما هي مرتبطة بجانب إنساني. الناس الكل تنكر مثل هذا العنف وتنكر مثل هذه الجرائم، ولا بد من زدني علما أنه اليوم يتفاعل معكم ويتفاعل مع الحدث، والاستوديو خاص لكم ولمشاهدينا باش يكونوا حاضرين معنا ويتفاعلوا معنا في مستوى موضوعنا اليوم، وهو حرمة النفس البشرية. صحيح البلاتوات اليوم تتنوع تتعدد، تلقى فيها البلاتو السياسي كما تلقى فيها البلاتو التحليلي اللي ربما يحاول أنه يتعرف على تفاصيل هذه المسائل سياسيا، ولكن بلاتو زدني علما يتفتح ليكم باش يناقش معكم وباش كذلك يعمق النظر في أسئلة ترتبط بحرمة النفس البشرية، وخاصة هل أنه البعض اللي يعتبروا أنه لديهم أفكار معينة، هذه الأفكار دائما تكون هي الأدق وهي الأفضل وهي الأحسن، وهذه الأفكار دائما هي الأصح؟ ولماذا إن خالفهم البعض في الرأي وإن خالفهم الرأي في المعتقد كذلك يكفرونه أو يلجؤون إلى تقتيله وتعنيفه؟ لماذا اليوم الجريمة تتفاقم في المجتمع العربي الإسلامي؟ هل أن كل من يختلف معنا ضرورة لابد أن يكفر أو يقتل؟ وهل القتل وهل الجريمة هي الحل الأنجع لفض خلافات اجتماعية سياسية وعقدية؟ هذه الأسئلة نطرحها معكم ونطرحها كذلك على أساتذتنا الأجلاء اللي أنسونا في الاستوديو اليوم. يشرفنا بالحضور الأستاذ عمر الملولي، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. وبيك بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيتي إلى كل مشاهدينا الكرام عبر هذه القناة الفضائية المباركة. مرحبا بك أخي نوري، مرحبا بالأستاذ سي محمد الذي يؤنسنا في هذه الحلقة. تعازينا إلى شعبنا التونسي، نحسب القتل شهداء عند الله سبحانه وتعالى، نذكر بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية فيما تبقى من مسيرتنا حتى نصل إلى بر الأمان بحول الله. مرحبا بك سي عمر، أيضا شرفنا بالحضور اليوم في الاستديو زدني علما الأستاذ محمد الفقي وهو محامي، شرفنا بالحضور اليوم، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وبالمناسبة هذه، طالما أنه المصاب جلل في جنودنا البواسل، فنحب انطلاقا من المنبر هذايا نعزي الأهالي ونقول لهم إن شاء الله البركة فيهم، وما لهم إلا ماتوا شهداء أبرار عند ربهم يرزقون، وإن شاء الله ربي يرحمهم، وإن شاء الله ربي ما نتمناه كونه ما نزيدوش هالمصايب هذه تتكاثر على تونس، لأن تونس مش حمل هالأشياء هذه، وإن شاء الله ربي يرحمهم فعلا، لأنه إحنا مش متعودين بمثل هذه الجرائم النكراء. ومع ذلك مشاهدينا نفسح لكم المجال اليوم باش يكون الحوار مفتوح لكم من قلوبكم، ومؤكد أنه قلب كل تونسي اليوم مش يكون فيه الوجع والألم والحزن على بواسنا وعلى كذلك شهدائنا الأبرار، ومؤكد أن الخطوط التي ستفتح ستعبر بصدق علي في داخلكم وعلي أيضا في أذهانكم من ألم ومن حسرة على المصاب الجلل اللي تصاب فيه تونس مرة أخرى في أبنائها. ولكن الأسئلة اللي طرحناها معكم اليوم مش نخوضوها كي نعمق النظر في حرمة النفس البشرية، ولما الاختلاف العقدي أو الاجتماعي أو السياسي يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى الجريمة.
الخطوط اللي تجم تكون مفتوحة لذمتكم سواء كان بالبريد الإلكتروني وإلا عن طريق الصفحة الرسمية في الفيسبوك لزدني علما، تجموا تكونوا حاضرين معنا بأسئلتكم، وأيضا من خلال التليفون اللي تجموا تتصلوا به معنا 74 621 607. نذكر بالتليفون 74 621 607، يخليكم مباشرة معنا في هذه الحلقة الخاصة اللي تخصصها قناة القلم تفاعلا مع الأحداث اللي تعيشها تونس، وتحديدا اليوم في مستوى فقداننا لأبنائنا ولشهدائنا الأبرار من الحرس الوطني. مشاهدينا، على إثر هذه الأحداث الأليمة في سيد علي بن عون من ولاية سيد بوزيد، نتفاعل معكم وتفاعلكم حاضر وصوتكم موجود في القناة وفي زدني علما، فمرحبا بكم دائما، والانطلاقة ستكون معكم. نستجلي ما هي العوامل اللي تخلي الإنسان يوصل إلى أنه يقتل خوه المؤمن، خوه المسلم؟ عليه ساعات هذه الجريمة حتى وإن اختلفنا أدي بنا إلى سفك الدماء؟ هذا السؤال طرحناه عليكم والإجابة كالآتي. علاش بعض الناس سهلة سفك الدماء وقتل الناس من غير حق؟ سبب بسيط جدا، ما يرجعوش لكلام الله وما يرجعوش للحديث النبوية، وكل شخص يرجع لربي. ما أصلا سفك الدماء حرام، الأرض ما تشرب الدم، فما بالك الإنسان يقتل الإنسان؟ خطر العباد ما عادش تعرف ربي، على خطر فلوس، على خطر أي حاجة، نجم يقتل أخوه ولا أخته ولا أبوه ولا أمه، على أي حاجة، أبسط حاجة. برشا عباد غلطة في الدين متاعنا، وبرشا عظام الحكومة غلطين في الدين متاعنا، يسخلوا هذا هو الدين، ما يعرفش اللي معناتها المسلم للمسلم، ما فيهاش قتل نتاع روح. داخله في لعبه سياسيه معناتها، وعباد ماجورين معناتها، ماجورين بالفلوس معناتها بالمال، فهمتني ولا هيك؟ علاش قاعدين يعملوا في البلبله في البلاد؟ على خاطر ثم المجموعات هذوما اللي قاعدين معناها ضحيه للبطاله، هذم ناس معناها ضايعين، معناها ما قاوش حل، وهيك الجماعات الارهابيه استغلوهم باش وظفوهم في الاغراض هما سياسيه. يعني هذم الناس اما يكونوا ما يخدموش، ما مش عاملين حتى شيء في دنيتهم، ولا اللي عايشين بيئه اللي فيها ماهيش معناها باهيه، وما يصيرش الواحد يكون مثلا يقرا ولا حاجه ويتخيل يمشي يقتل ولا يمشي. انا ثم حاجه على خاطر الناس في وقتنا الحاضر ما عادش ولات تحس ببعضها، وما عادش ولات تراعي بعضها، خاصة وقتنا الحالي كما يقول مثلا تاع الناس الكبار اخذ راسي واضرب. اولا هو كل سلوك في المجتمع هو مرتبط بتفاعلات الفرد مع المجتمع، مرتبط بطبيعه العلاقه اللي تقوم بين الفرد وبين المجتمع. احنا نعرفوا انه الفرد عندما يعيش في المجتمع عنده احلام، عنده طموحات، عنده معناها اماني يحب يحققها، ولكن وقتاش تظهر النزعه العدوانيه عند الافراد؟ عندما تصطدم الرغبه بالواقع. أن الفرد عنده رغبات وعنده طموحات، وهذه الرغبة تصطدم بجدار الواقع، يستحيل على الفرد تحقيق الرغبات هذيك والمطامع نتاعو، فيتحول إلى إنسان عنيف. إذا وكأن عملية العنف هي نوع من الانتقام من المجتمع الذي حال دون تحقيق رغبات الفرد ودون تحقيق طموحات الفرد. إذا الفرد يولي يستعمل في أساليب معينة عندما تعوزه الوسائل لتحقيق الأهداف نتاعو. السلوك الإجرامي باش نفسروه ممكن أنا نقول نعرفوها قبل، هو كل فعل ينجر عنه عواقب، والعواقب هذه يتسأل عليها الفرد إذا عمل ارتكب الجريمة هذه، وهو واعي ويختار ومسؤول على الفعل هذية. ونعرف أن السلوك الإجرامي عنده عدة عوامل، ما ينجمش عامل برك يفسر السلوك الإجرامي، عدة عوامل متداخلة، منها الظروف الاجتماعية للظروف الاقتصادية، شخصية الفرد، حالته النفسية، خذا مخدرات ما خذاش مخدرات، وتجم تكون معناتها سلوك الإجرامي معناتها عادة مرتبط. كي نحكيو عن المرض النفسي ونحكيو على السلوك الإجرامي، عندنا نظرة خاطئة كانت سيدة أنه المرض النفسي خطير
وينجم يقوم بأعمال إجرامية خطيرة وبشعة. لكن الأبحاث الجديدة سنوات اللي فاتت أثبتت أنه أول حاجة معناتها 80-85% من مرتكبي الجرائم ما يشتكيوش من أمراض نفسية، والفئة الصغيرة اللي قاعدت واللي هما معناتها يرتكبوا سلوك إجرامي يشكيوا من حالات مرض شديدة، خاصة منها انفصام الشخصية، ذهان متاع جنون العظمة، بعض حالات الاكتئاب. والفئة هذه من الأمراض مش كلهم يرتكب الجرائم، يرتكبوها إذا توفرت لديهم عوامل دافعة للسلوك الإجرامي. هو الإجرام يختلف من شخص إلى آخر، هناك المجرم بالصدفة، يعني هناك شخص لم ينوي القتل وإنما في معركة أو شيء من هذا يعتدي بالعنف، وهذا العنف ينجم عنه القتل. وهناك بعض الأشخاص اللي هم متمرسين بالانحراف، يعني تعود ربما يعني ارتكب بعض الجرائم ولم يؤاخذ عليها حتى يبلغ به السلوك الإجرامي إلى حد القتل والقتل العمد. وهناك أيضا أشخاص يعني لهم يعني اختلال نفسي يجعلهم عدوانيين أكثر من الأشخاص الآخرين، وهم يتطلبون علاج نفسي أكثر من نوع عقابي. هذه أصواتكم مشاهدين الأعزاء، تكلمت عن الجريمة، تكلمت عن سفك الدماء اللي يعد مرفوض بكل المقاييس وبكل المعطيات، هو سلوك مرفوض. وسمعنا إلى رأي القانون، وسمعنا كذلك إلى رأي علم النفس، ونسمع أصواتكم من خلال التليفون. تجمو تشاركونا في مستوى هذا البرنامج اليوم 74-621-607 ليخليكم في موضوع حرمة النفس البشرية حتى وإن اختلفنا، حتى وإذا كان أنت مختلف عني في مستوى الانتماء الفكري، حتى وإن كان مختلف عني في مستوى العقدي، في المستوى الاجتماعي، لما نلجأ إلى القتل وسفك الدماء؟ ولما الجريمة تقع بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة؟ حرمة النفس البشرية محفوظة في الدين الإسلامي. سي عمر مؤكد أن الحجج النصية تؤكد ذلك في ديننا الحنيف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعلوم أن الدين الإسلامي حرص حرصا كبيرا على حفظ النفس البشرية، وموضوع حصتنا هو حرمة النفس البشرية. نعم، لقد دافع الإسلام على حرمة النفس البشرية. لو عدنا إلى أقدم جريمة في التاريخ هي قصة قابيل وهابيل، والمولى سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين. فهي مخالفة شرعية شنيعة. ولماذا حرم القرآن القتلى؟ ولماذا حرمت كل الشرائع القتلى؟ لأن الإنسان هو كائن متميز، الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى خليفته في الأرض. نعم. فإذا قتل الإنسان فمن سيكون خليفة في الأرض؟ هذا الإنسان الذي تميز بالعقل بالحواس بكثير من المميزات، ربي سبحانه وتعالى كرمه، قال: ولقد كرمنا بني آدم. من هنا الكائن المكرم هذايا إنما خلق لكي يكون خليفة الله في الأرض، والاستخلاف يستدعي البناء والتعمير والتشييد والإنشاء والتفاعل. لماذا سمي إنسانا؟ الإنسان من الأنس، والإنسان يأنس مع غيره. نعم. ولكن القتل والاعتداء والعنف يؤدي إلى تدمير، يؤدي إلى خراب، يؤدي إلى فناء الكون، بينما المولى سبحانه وتعالى لم يخلقنا لهذا، ومن هنا جاء تحريم القتل. نعم، هذه عن الشرائع وعن الديانات السماوية. القانون أيضا يشترك سي محمد مع الشرائع ومع الديانات في تحريم قتل النفس البشرية. أكيد، هي جميع الشرائع حرمت قتل النفس البشرية باعتبار أن الجسد هو حرمة. نعم. ولا يجب الاعتداء على الحرمة الجسدية، وكل من يعتدي على الحرمة يعني حرمة النفس البشرية فيعرض لتتبعات عدلية وإلى عقاب، يصل هذا العقاب إلى الإعدام. نعم. ففي تونس مثلا بالنسبة لنا نحن القانون التونسي واضح أنه كل إنسان يعتدي على نفس بشرية بالقتل، طبعا إذا كان ثم إضمار أو ثم تحضير للجريمة فيكون يعني العقاب يصل إلى الإعدام. القانون التونسي أحمى النفس البشرية بجميع بعدة فصول قانونية،
نذكر منها على سبيل الحصر الفصل 201، هذايا 201 ينص على كونه إذا كان إنسان يعتدي على إنسان مع سابقية الإضمار، يعني حتى أنه الإضمار يفسر الفصل 202 من القانون الجزائي، الإضمار هو أنه يتعمد القتل ويضمر له يعني ويحذر ويجهز نفسه إلى التحضير إلى إزهاق تلك الروح البشرية، وبالتالي فالعقاب يكون الإعدام. فلهنا القانون التونسي يعني بالعكس هو نحس كونه القانون التونسي وكأنه استمد التشريع متاعه هو من بعض بطبيعة التشريعات كالتشريع الفرنسي، إلا أنه في بعض التشريعات الأخرى منحين الإعدام، الإعدام مش موجود باعتبار هناك من يرى أن لا ضرورة في يعني تطبيق حكم الإعدام على قاتل النفس البشرية. هناك من يعني من يرى بأنه لابد من علاج هذا الشخص ومراقبته لأنه إنسان على مستوى المجتمع هو مريض وبالتالي وجب إنقاذه، ولا يجب هناك من أنه لا يجب مثلا أنه هو قتل نزيد نحن نقتلوه، لهنا ما داوينا يعني ما وصلناش إلى حل، وبالتالي من قتل يقتل. لهنا حبوا يبعدوا على هالنظرية هذه، وحبوا على أساس كونه إذا كان يا حبذا لو ثم شكون نادى حتى بإلغاء عقوبة الإعدام، حتى وصلتنا هالمنادات هذه إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلى تونس. وبالتالي بالنسبة للقانون التونسي واضح وصريح كونه حماء الذات البشرية. نعم. نجي لهنا نعرج على النيابة العمومية أنه كل من يقتل نفس بشرية فكأنه يعني لهنا هي اعتداء على في حق المجتمع. ولهنا ذكرني بآية قرآنية. نعم. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وما أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لهنا نحس كونه ربي قال إذا كان واحد يقتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا. نستمدوا هالصورة هذه ونطبقوها على النيابة العمومية. أيوة. نلقاو احنا النيابة العمومية هي تنوب المجتمع ككل. نعم. يعني اسمها على جسمها. نعم. النيابة العمومية من يقتل مثلا نفس بشرية فحتى نلقاو إذا كان في صورة ما أنه ثم إسقاط فالحق العام ما يسقطش حق، قلت هذيك جريمة ارتكبت في حق المجتمع وبالتالي لابد أن ينال عقابه حتى ولو كان هناك إسقاط. وبالتالي لهنا تشوف ثم تمازج بين القرآن وبين النص. نعم. التونسي. نعم. في. نعم. هذا الصدد هو القانون وروح القانون أصلا يا أستاذ محمد يصون النفس البشرية ويحافظ عليها، وكل القوانين الموجودة في العالم كلها أساسها الرأس المال البشري بالضرورة. أكيد. فما بالك إذا ارتبطت بالجريمة. احنا مش يكون مشاهدين الحوار تفاعلي بين سي محمد الفقي باعتبار محامي ويمثل وجهة النظر القانون، وأيضا سي عمر الملولي من وجهة نظر الشرع في مستوى حرمة النفس البشرية، وكذلك تفاعل أصواتكم اللي توصلنا عن طريق التليفون 74-621-607 في هذا الاستوديو المباشر المفتوح على ذمتكم باش نسمعوكم وتتدخلوا معنا مع السيد خاص تفتحوا قناة القلم تفاعلا مع حدث أليم للأسف اليوم عشناه في تونس على إثر الجريمة النكراء اللي مشيت ضحيتها أرواح بشرية وشهداء ربي يسكنهم إن شاء الله فراديس جنانه. مع أخونا الحبيب من صفاقس في مكالمة معنا في البرنامج. مرحبا بك سي الحبيب. عسلامة سي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عسلامة سنوري مرحبا بالأخوة اللي يشاركوا معك في البرنامج. يعيشك. رحموا على الشهداء اللي ماتوا اليوم واللي ماتوا قبل. الله يرحمهم. قتل النفس البشرية ذكرها ربي في القرآن، وإحنا ربي وصانا يقول لك استحضوا على نفسكم. إيش معناه؟ يعني الإنسان يجمو النفس البشرية هي عزيزة وغالية. لكن اللي نشوفه فيه تو في تونس ما عادش ثم حرمة للنفس البشرية، ثم يعني غرابة في الوضع اللي في تونس شيء غريب، وليت إباحة القتل كل الوسائل خاصة هالإرهاب هذا والإجرام اللي قاعد يصير. احنا نتمنوا على ربي حاجة بركة يا سيناري. نعم. وأن الأوضاع تهدى في تونس إن شاء الله، خلينا نعيش وعيشتنا كما قبل. رحنا الشعب التونسي ما عادش يتحمل هالأشياء هذه. لذا اش نقول لكل من يحب
يتشبث بالكرسي الا ويبعد يزي فيه البركه، حط الشعب اعصابه طريه، حط الشعب يعيش ايامه، يعني الشباب مسكين حاير، الكبار ولاو عايشين على اعصابهم، الاوضاع في البلاد ما عادش اقتصاديا اجتماعيا في كل الاوضاع ما عادش الناس ما عادش تحتمل، الناس ولات تمشي كما يقولوها هايمة على وجه الارض، الناس تخم، ما عادش ثم هذا الهدوء النفسي، ما عادش حتى كي يضحك الضحكه يضحكها للضروره. سي الحبيب، حسب رايك انت شنو هي الاسباب اللي تخلي المؤمن يقتل خو المؤمن؟ علاش الانسان يلجا الى الجريمه؟ علاش الانسان يوصل الى سفك الدماء؟ ايا كانت هذه الاسباب، حسب رايك انت شنو هو ابرز الاسباب اللي تخلي الانسان يلجا الى هذا السلوك المشين؟ والله الاسباب مانيش نسمع فيك راني. احنا نسمع فيك بوضوح، والاسباب نبحث عن الاسباب. الاسباب انا نشوف من رايي انا الشخصي كثر، يعني كثره الجريمه في البلاد. أيوة. هي كثره البطاله، توفر الماده اللي تخلي الشباب يحيد على الطريق، وهي حشائك المخدرات وهالبطله وهذو، يعني توفرهم في السوق يعطي فرصه للشباب باش يبعد على الطريق المستقيم، وهي اللي تتسبب في برشا حوايج وبرشا مشاكل. لكن الحاجه الثانيه اللي هي اهم من كل شيء، الشباب ما نجموش نلوموه، لكن نلوموا توا تبارك الله الكبار اللي شادين الحكم وقاعدين يعني يعطيوا الفرصه للارهاب باش يكثر في تونس. ثم جهات في الحكومه ما نجمش نخصص، ربي يهدي من خلق، ثم جهات قاعده تعطي الفرصه للارهاب باش يتفشى في البلاد. هذا رايك. حاجه بركة. ايوه، الله يبقى على تونس السر. الله يبقى علينا الستر، يعطيك الصحه على هذه الكلمه، وخير ما ختمت به فعلا مكالمتك سي الحبيب، مع الشكر والتحيه. سي عمر، باش نكون واضحين، سي الحبيب اعطانا بعض الاسباب المرتبطه بتفشي وتفاقم الجريمه في المجتمع، وربما اسباب تكون اجتماعيه، ربما اسباب مرتبطه بعوامل نفسيه، ولكن السؤال اللي باش نطرحه على حضرتك سي عمر، وهو انه الاختلاف في المعتقد والاختلاف في الفكره والاختلاف في الانتماء الفكري والايديولوجي يخلي الانسان يوصل الى انه يقتل خوه المؤمن، يقتل ولد بلاده، يقتل ولد امته، يوصل الى هذا الحد. هو سؤالك وجيه اخي النوري، لكن حبيت كان تسمح ويسمح سي محمد نرجع للايه القرانيه، من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، باش نبينوا أن الاعتداء لم يكن اعتداء على فرد، وإنما هو اعتداء على النوع الإنساني ككل. يعني ليعلم قاتل الروح، ليعلم قاتل نفس بشرية واحدة، أنه بفعلته تلك قد اعتدى على الإنسانية جمعاء، وهيك علاش ربي سبحانه وتعالى أشار في هذه الآية إلى شناعة ذلك العمل. النقطة الثانية، كيف ربي سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. جهنم والعياذ بالله، والخلود في جهنم، وغضب الله وطرد الله بمعنى معنى اللعنة، هذه كلها عقوبة الشخص اللي يعتدي بالقتل على شخص آخر. نعم. هذا علاش نقوله لنكف الأيدي عن كل قتل وكل اعتداء، راهي الأشياء هذه محرمة وهي من الكبائر. أكثر من هذا أخي. أيوة. حبيت نشير إلى نقطة أخرى باش نمشي لسؤالي، خاطر حاسي بسؤالي جاوبني عليه. الإسلام دعانا إلى الاحتياط حتى في قتل الخطأ، نعرفوا أن قتل الخطأ مش سهل. نعم. لهذا قتل الخطأ راه في كفارة، وهي أن يعتق رقبة، وتوم عاش ثم رقبة، واللي يقتل خطأ معناها من واجبه أن يقوم بصيام شهرين متتابعين. الدية هذيك اللي كان قبل يؤديها تو تؤديها معناها شركات التأمين، فراه قتل النفس البشرية من الكبائر التي يجب الاحتياط منها ويجب الانتباه إليها، ويجب علينا جميعا كوسائل إعلام، كأئمة، كربما رجال تعليم، كرجال قانون، كرجال ثقافة وإبداع وفن، أن نتكاتف جميعا، أن تتكاتف جهودنا من أجل معناها ربما نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأرواح البشرية. الدين يقول إن قتل النفس البشرية من الكبائر. القانون، وكان توسي محمد يزيد يأكد على أنه هذه الظواهر مرفوضة تماما وتدينها كل القوانين.
إذا لماذا هذه الجرائم؟ وعليش البعض يعتبر، أنت ذكرت الآن سي عمر، علاش البعض يعتبر أنه اللي في راسه واللي في ذهنه هذاك هو الصحيح، واللي خالفوا فيه راه لابد أن يقتل، لما ذلك؟ الدين الإسلامي يدعو إلى الانفتاح على الآخرين. نعم. وحنا نعرفوا أنه في الإسلام ثم أهل الذمة عاشوا معنا، يهود ونصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعيشون في المجتمع الإسلامي. أيوة. فالإسلام لا ينبذ الآخر، والإسلام لا يرفض الآخر ولا يلغيه، والإسلام لا يلغيه. نعم. ولا يقصي الآخرين. نعم. لكن نحب نقول هنا زاد كيف وأن الإسلام قال لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. فهنا لا يمكن، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه قولة معناها في القرآن الكريم، آية قرآنية تقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فحرية المعتقد مكفولة لغير المسلم، فما بالك باختلافاتنا فيما يتعلق الاختلافات العقدية وآل الفقهية. نعم. وهنا نقول ربما مسألة التكفير هذه هي مسألة ظهرت انطلاقا من الفتنة الكبرى معروفة في تاريخ الإسلام، ولكن دائما وأبدا نعول على أصحاب العقول النيرة وعلى أصحاب المبادرات على أن الخوف ليس على الإسلام، وإنما خوفنا هو من فهم الإسلام، فلنترك التعصب ولنترك التزمت ولنفهم هذا الدين فهما صحيحا، فهو دين يفتح الأبواب للآخرين للمخالفين لنا في الدين، فما بالك بالأتباع وما بالك بالمسلمين وإن اختلفت مذاهبهم ومشاربهم. نعم، ديما الحوار مفتوح مشاهدين لكم، والمكالمات تبدو فيها تفاعل كبير مع حصتنا اليوم اللي تخصصها قناة القلم في زدني علما، احتراما للنفس البشرية وحرمة النفس البشرية على إثر الحادثة النكراء والجريمة النكراء اللي عاشتها اليوم معتمديت سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، واللي مشيت ضحيتها أرواح بشرية من سلك الحرس الوطني، ربي يتغمدهم إن شاء الله برحمته. نواصل مع المكالمات ومع أخونا نور الدين من قابس. أهلا وسهلا بك سي نور الدين. يريد أن سي نور الدين يسمعنا فقط من خلال التليفون باش ما يقعش الصدى ويكون الصوت واضح معاه. سي نور الدين كان معنا من قابس. مرحبا بك سيدي، تسمع فيا؟ نسمع فيك سي نور الدين، تفضل. تسمع فيا؟ مرحبا بكم سيدي ومرحبا بضيوفك الكرام. يعيشك، شكرا. قال الله تعالى: وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. رجاء أن ياسين الدين اسمعنا بالتليفون برك، وريت ياريت الزملاء يزيدوا يأكدوا ذلك على المدخلين معنا في البرنامج حتى يكون التواصل ما بيناتنا تواصل واضح دون ما أنه ربما يحصل هذا التفاوت في الصوت. سي نور الدين تفضل. هذه العائلات الشهداء وإن شاء الله ما عادش تكرر، إن شاء الله ما عادش تكرر الشيء هذايا، فهمتني ولا لا؟ وتكون كل حد، كل تونسي يكون مسؤول، كل تونسي مسؤول، من الحكومة للشعب التونسي مسؤول على تونس، ورأي أمانة في رغبتنا تونس. هي مسؤولية مشتركة أيضا يا سنور الدين. مسؤولية مشتركة من جميع الأطياف المجتمع التونسي. نعم. ورأي الثورة كيف جت الثورة، فهمتني لا، باش تخرجنا من الظلمات إلى النور، مش باش نرجعوا للظلمات من جديد. نعم. وهذا شيء غريب، راهو الاغتيالات السياسية والاغتيالات الشيء موجود هدايا غريب على تونس، غريب على أرض تونس، غريب على أرض تونس، على أرض الإخاء. نعم. نعيشوا في سلام نسكن ليك ونرجع لله، ما قال الله الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله المسلم شيء، ثلاثة حاجات محرمة على المسلم هي نفسه ودمه وعرضه. إنسان ما كيف يتحدى شيء هذايا ونقتلوا بعضنا ونشجعوا الإرهاب ونشجعوا كذا، راه نجموا الناس، الحكومة مش وحدها والأمن وحده، يلزم المواطن هو واعي وهو اللي يبلغ على أي حاجة أي إنسان مشتبه فيه أي كذا، فهمت ولا لا؟ ويكون يد وحده، راهو الحاكم وحده ما ينجمش والشعب وحده ما ينجمش، يلزمنا إيد وحده الناس كل. نعم، شكرا لك سي نور الدين. الأرض السلام ونور تونس، تونس نسمع حياة رأي ما تهونش. إن شاء الله، إن شاء الله برجالها وبنساها وبكل من هو موجود على هذه الأرض الطيبة تكون في سلام وفي أمان
وفي وحدتنا مؤكدة اللي نجم ونستطيع أن نقلص من كل هذه الظواهر الاجتماعية المرفوضة تماما، فما بالك إذا كان متعلقة بالأرواح البشرية. ولكن سي محمد، باعتبارك خبير في المسائل القانونية، لما تفاقمت الجريمة في المجتمع العربي الإسلامي؟ علاش نلقاو الجريمة تتنامى اليوم في المجتمع العربي الإسلامي، وخاصة إذا كان ارتبطت بالمعتقد وارتبطت كذلك بمن يخالفنا الرأي، وربما ما نكونوش على نفس الفهم للتصور للدين الحنيف؟ هي غالبا ما تكون الواقع الاجتماعي اللي يعيش فيه الأفراد، إذا كان يعيش تحت وطأة أفكار معينة أو ثورات أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالات تزداد نسبة الجريمة، لأنه تجد أن هناك اختلافات على المستوى الآراء أو العقيدة، وكل واحد يكون متعصبا لرأيه لدرجة أنه يريد أن يقصي الآخر من أمامه ليكون هو متصدرا. خليني نبعد على سدة الحكم، ليكون هو متصدرا بأفكاره، باش ما نقولش على سدة الحكم. بالنسبة للجريمة، هو في حد ذاته راه المجرم عندما يرتكب جريمة لإزهاق روح بشرية، هو راه في حد ذاته ما يقصدش أنه الجسد الإنساني في حد ذاته، لأنه عملية القتل عندما تتسلط على جسد الإنسان في هذه الحالة فهو لا، فالقصد منه ليس إليمينيشن، يعني مش إقصاء الجسد أو يعني أو القتل في حد ذاته، وإنما هو يرتكب جريمة من أجل الإقصاء فكرة ما. ناخذ مثلا قتل شكري بالعيد، نعم، الله يرحمه، أو البراهمي الله يرحمه، وما مقصدوش جسد شكري بالعيد أو البراهمي، لم يقصدوا يعني أن الجسد في حد ذاته ممثلهم حد شيء، لأنه شوف الإنسان عندما يقتل حيوان فإنه رغبة في جسده في 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 انه باش ياكل اللحم نتاعو او باش ياخذ الفراء نتاعو، هذا معناته هذا القتل للانسان للحيوان باش يعيش منه، اما قتل الانسان لاخيه الانسان فالغايه منه يقتل الفكره. وبالتالي نشوفوا مثلا انه هالاغتيالات اللي تقع هذه هي في حد ذاتها لا ما تتوجهش للجسد، هو الجسد يقصى من اجل من اجل الفكره، يعني حتى انه طالما انه الشخص ذاك يمثل المشكل او عائق مهما كان نوع العائق، وبالتالي لابد من اقصائه حتى يعني اكل 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 اللي يصدر منه من افكار او من عراقيل او من حواجز، نعم، فلابد ان تنتهي بقتله. وبالتالي هالعمليات التصفيه الجسديه هذه هي في حد ذاتها غير مسموح بها لا شرعا ولا قانونا، ويعاقب كما قلنا عليها القانون. ولكن دائما ما تجد، نرجع لهنا سؤالك، هو انه هل كثرة هل الاغتيالات هذه أو هل القتل هذايا من أجل أو الباب هناك جهل بالعقيدة، لأنه أحنا توا نعيشوا لهنا أزمة دين بالحق، لأنه نشوفوا أنه الجوامع تملات، تراها إذا أزمة دين، أزمة دين لا بالأساس هي أزمة دين، أزمة دين عمره ما كان هاللي قاعدين يعملوا أو يقتلوا أو يحبوا، هما يحبوا يمروا أزمة دين أم أزمة فهم للدين وتصور معين للدين سي محمد؟ هي أزمة فهم للدين، نعم، قد يكون أزمة فهم للدين لأنه ما خذاوش الدين على أصوله، لأنه أحنا في الحقبة الزمنية الأخيرة هذه قد يكون على قد ما تشوف كانوا ناس تملات بهم الجوامع إلا أنه القلوب خاوية، يعني اللي يدخل للجامع وكأني أو يعمل لحية تو شوفوهم يعني، نعم، وكأني به يريد أن يوهم الآخر بأنه متدين حتى يمكن أن يتحيل عليه بطريقة ما، أو حتى يمرر فكرة بطريقة ما. وهنا لابد أن نحتاط من أصحاب اللحي المصطنع، لأنهم ما همش من دين احنا نشوفوا فيهم، وحتى أنه احنا كرجال قانون طوف في المحكمة نعرفوهم، كانوا خرجي سجون غدوة تلقاها فهمتني عنده لحية هناك تشوفوا تقول هذايا البعض بطبيعة البعض تقول تقي. وبالتالي احنا لهنا كما كنا نحكي أزمة دين أو أزمة فكر ديني، وعنت عملية تسويق جايتنا من الشرق، عملية خطيرة جدا التسويق الفكري للدين الغالط، لأنهم هم في حد ذاتهم، لأنه توا المجتمع العربي ككل يعني حتى أنه شفنا فكرة القومية اضمحلت، ما عادش موجودة فكرة أنه القومية، لأنه هي فكرة رائعة جدا، ولو أنه هالقومية هذه تغذيت ووصلت وكان ثم اتحاد إسلامي
لكنا نمثل أمة من خير الأمم، ولكن هما ضربوا فكرة القومية وما خلاوش حتى فكرتي مش قومية، هي فكرة المغرب العربي في حد ذاتها ماهيش موجودة ومش متروحة على الساحة، حتى أنك عمرك ما تلقى زوز بلدان عربية أو إسلامية أيوة. متحدين لا على مستوى الأفكار ولا على مستوى الاقتصاد ولا على مستوى الاجتماع. يا ما يخليناش نوصل إلى الجرائم. وأنا سي محمد لقيقة، وأنت ركزت على أن الجريمة مرفوضة قانونا ومرفوضة في مستوى كما يذكر سي عمر أيضا في مستوى شرعي. السؤال اللي حابين نزيد نأكد عليه، نلقاوش تفسير لانتشار الجريمة رغم أنه الدين والشرائع والقرآن ينص صراحة على أن حرمة النفس البشرية لابد أن تصان. حابين نسأل هذا السؤال على بعض المختصين والإجابة كالآتي. كيفاش نجم نلقاو تفسير لانتشار الاعتداء بالقتل الفردي والجماعي بين المسلمين والقرآن يشنع هذه الجريمة؟ في الواقع إذا القرآن يشنع بالجريمة، ما يعطي قيمة للتشنيع هذا كان اللي ينقل الآية من مستواها اللفظي إلى مستوى كونها تكون فكرة مفهومة مستوعبة، ثم يوضعها في الموضع اللي لازم تتوضع فيه، لأنه آيات ربي هي أحكام شرعية والحكم الشرعي هو اللي يحكم في أعمالنا. يعني يصبح أي عمل يفكر الإنسان باش يقدم عليه يحطه في المقياس هذا اللي حدده لنا ربي سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي وقت يقدم أو يفكر باش يقدم على القتل ما يحطش العمل هذا في مقياس الآيات، تصبح الآيات مجرد كلمات تقال وتكرر وتقرأ وتقف عند هذا الحد، وبالتالي ما نستغربوش وقتها أنه الإنسان يجعل لنفسه مقاييس أخرى اللي هي مصلحته ولا تحصيل المال ولا تحقيق أغراض معينة ولا ساعات حتى التلبية لبعض النزوات أو غيرها. هذا جانب. الجانب الثاني في الواقع هو اجتماعي سياسي، على اعتبار أنه لابد لكل إنسان ما حطش نفسه في الموضع اللي يلزمه يتحط فيه وما حطش أفعاله في المقياس والميزان اللي يلزم تتحط فيه، لابد من رادع يردع الإنسان ويوقفه عن الخطأ. تنامي هذه الظاهرة في الحقيقة هي مراجعة للعديد من الأسباب، قد تكون أسباب ذاتية وأسباب موضوعية، قد تساهم فيها الأسرة قد تساهم فيها المجتمع. فيما يخص إذا كان انطلقنا في الفردي في الإنسان في حد ذاته وما نشاهده وما نسمعه وما نعيشه من اعتداءات على الذات، الإنسان يعتدي على ذاته بالانتحار أو بشنق أو بالقتل، هذا يراجع إلى التربية الأسرية في اعتقادي، وإلى انحلال الأسرة، وإلى غياب المعايير الأخلاقية الإسلامية في تربية الفردي وتنشئته على الاعتناء بالذات واحترام الذات وعدم الاعتداء على الذات. وربنا تبارك وتعالى يذكر في العديد من المواضع من بين سورة الفرقان يقول في وصفه لعباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقتل النفس قد حرمه الله تعالى من فوق 7 سماوات. وليس القرآن في حد ذاته فقط، بل إن أحاديث عديدة ومتنوعة من النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الاعتداء بالظلم والقتل على الفرد وعلى الجماعة. فيما يخص الاعتداء الجماعي هذه على المجتمعات وعلى الأفراد بشكل عام ومن يشاهده، هو في الحقيقة راجع إلى عديد الأسباب أيضا، من بينها الغلو في الفهم والاجتهاد ورفض الآخر ونبذ وعدم الاعتراف به وإدخاله في دائرة وخانة الكفر وما إلى ذلك. وهذا معناه ليس من الإسلام في شيء، بل أن الإسلام هو إسلام دين رحب، دين يحترم الذات البشرية، يحترم النفس الإنسانية. شنو اللي نجمه نعملوه باش نحميه مجتمعنا من جرائم القتل؟ هو مش يقتصر الأمر على جرائم القتل، وإنما العنف كظاهرة عامة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى القتل. يعني منذ التنشئة الأولى للطفل، يعني إذا كان الطفل انشأ في بيئة أسرية متوازنة، وأيضا إذا كان هناك تم القضاء على مظاهر العنف في المعاهد، هناك يعني نجم نقلل من السلوك الإجرامي. أيضا إذا كان حققنا قاومنا التهميش
ووفرنا تكافؤ الفرص بين الناس. هذا يجعل الإنسان يعني هدف في حياته ينأى به عن السلوكيات الإجرامية والعدوانية التي قد تؤدي إلى القتل. يعني القتل المرتبط قد يكون بالسرقة، قد يكون بالانحراف في أماكن، يعني أشخاص تحتسي الخمر ثم ترتكب المعارك وتؤدي هذا إلى حدوث جرائم قتل. جرائم القتل هي في آخر الأمر هي ظاهرة عنف، وباش نحميو المجتمع من ظواهر العنف لابد مش نبحث في الأسباب، باش أي ظاهرة معناها تتفشى في المجتمع نشوف الأسباب متاعها باش نشوف لولا الحلول متاعها. الأسباب متاع تفشي القتل بصفة خاصة والعنف بصفة عامة هما الأسباب الاجتماعية وأسباب ثقافية حسب رأيي. الأسباب الاجتماعية هي التهميش، البطالة، عدم تكافؤ الفرص، والأسباب الثقافية هو الفراغ الثقافي اللي ينتج عنه غياب القيم وانعدام الأخلاق. والحلول اللي نجم نلقاها في هذه الحالة هي التوعية الثقافية، القضاء على ظاهرة العنف سواء داخل الأسرة سواء داخل المؤسسات التعليمية سواء في إطار البرامج التلفزية. خاصة نشوفوا احنا اللي الطفل تواك عشان البرامج اللي يتفرج عليها برامج أكثرية عنف، البرامج التوعوية في إطار حقوق الإنسان. الإنسان يزمه يحس اللي هو مسؤول. سمعناكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الروبورتاج مع أهل الاختصاص، ديما مع علم نفس من وجهة نظر الشرع، كذلك مع المختصين في القانون. ولكن ثم سؤال لابد أن يطرح اليوم سي عمر، أنه اليوم ولت صورة المسلم عند البعض من الغربيين وفي العالم وكأنه مرتبطة بالإرهاب، وكأنه صورة المسلم اليوم اسمه ارتبط بالقتل. فهل الجريمة اليوم أصبحت جزءا من التركيبة الثقافية في المجتمع الإسلامي؟ هو ربما بالتفاعل حتى مع أخويا سي محمد، الغرب اللي ضرب الأخوة ما بين البلدان وضرب فكرة القومية وضرب فكرة العروبة ما نجحش باش يضرب فكرة الإسلام، وياليت وأنه فكرة الأخوة الإسلامية قاعدة سائدة وموجودة. ربي سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. احنا ما نحبوهاش ياليت، نحبوها فعلا تبقى دائما وحدة كاملة. نعم، في وقت من الأوقات تم ربما نرجع إلى أحداث معنا سبتمبر في أمريكا وفي غيرها من البلدان الأوروبية، كان ثم أفعال يقوم بها بعض الناس الجهاديين في بلاد الغرب على اعتبار وأنها أرض جهاد. لكن اليوم تحول الجهاد إلى البلاد الإسلامية، واللي نحب نقولوه هو أنه بلاد جهاد. هل هذا جهاد؟ لحظة خلينا نمشيو معك. ما أنا ما خاطرك نقولوا الجهاد تحول. أي الجهاد، الفكر الجهادي تحول. كان تصورهم للجهاد، تصور الجهاد والفكر الجهادي المعروف هذا. نعم. هنا كان قبل معنا كان يقوم بعمليات تفجير في بلاد الغرب، كان يقوم بعمليات تسمى بالعمليات الاستشهادية، ومن جملتها العمليات الاستشهادية في فلسطين، وقدم فيها معنا علماء الإسلام معنا هالفتوى. لكن أن تتحول هذه العمليات إلى بلاد الإسلام فهذا مرفوض. نعم. فبلاد الإسلام وخاصة تونس ليست أرض جهاد وليست أرضا لهذه العمليات المسمات بالعمليات الجهادية. علاش؟ أولا كما قلنا تونس مسلمة، يعني هل سنفتحها من جديد؟ تونس فتحت معناها منذ عهد بعيد، وتونس مسلمة، وتونس الزيتونة، وتونس فيها الإسلام، وتونس فيها مذاهب كثيرة، فلماذا هذا القتل المتعمد من أجل نشر فكر معين، من أجل نشر هذه البلبلة وهذه الفتنة؟ هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، نذكر بما قاله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا الحرص على القتل في حد ذاته هو جريمة. نرجع هنا حتى مسألة الإضمار. بالتالي نذكروا بمعاني الأخوة التي تجمع بين المسلمين، ونذكروا كيف بأنه راه حفظ النفس هو من المصالح، هو من المقاصد الأساسية في التشريع الإسلامي. لهذا لا يجوز الاعتداء على الأنفس بأي حال من الأحوال. هنا سواء كان المقصد هو مقصد فكري فيما يتعلق بالفكر الجهادي، وإلا المقصد مقصد سياسي، لا يمكن أن نصل إلى بث فكر عبر جماجم الناس
ولا يمكن أن نصل إلى كرسي سياسة ملطخ بدماء الناس. لهذا الإسلام دين الحوار، دين فيه إمكانية التلاقي مع الآخرين، التلاقي، وحتى إذا كان ثم تعارض يمكن أن نصل عبر الحوار إلى الوفاق وإلى الاقتراب من بعضنا بعض. لهذا نقول أنا لابد من صحوة لمن يدعي وأنه على الصراط المستقيم. وهنا ربما ثم ناس تحب تعتمد على حديث معناها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة الإسلامية تفترق إلى 73 فرقة. يعني ربما الشيخ القرضاوي تقريبا في الجزء الثالث من كتابه فتاوى معاصرة تقريبا في صفحة 80 يشير إلى أن الجملة الأخيرة معناها كلها في النار إلا واحدة، من أن هذه الجملة موضوعة ومزيدة. بالتالي صحيح الأمة الإسلامية تختلف كغيرها من الأمم، وأما أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار إلا واحدة فهذه أشار إليها بعض العلماء من أنها مزيدة، فلنكن على احتياط حتى عندما نقرأ وعندما ندرس وعندما ندرس هذه الأحاديث. وربما المطلوب منا أن نقرب لا أن نبعد، وأن نجمع لا أن نشتت. نعم، نواصل معكم مشاهدين في تفاعلكم معنا عبر التليفون 74 621 607 في موضوع يهتم بحرمة النفس البشرية مع أخونا ستوفيق بن عرب من تونس. أهلا وسهلا بك ستوفيق. السلام عليكم يا سي نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أخوي ربي يبارك لك أنت والأخيان الموجودة معناتها بحذاك. يعيشك. وسمعنا معناتها الكلام العزيز من عندهم هما على الآيات القرآنية وعلى أش يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا. وإحنا ديننا الحنيف اللي ربي سبحانه وتعالى في كل آيات على المحبة وعلى الإنسان اللي عنده إيمان في قلبه عمره ما ينجم يتجرأ حتى بمسخه المؤمن فعلا بيده. فهمني اليوم معناتها نشوفوا بعض معناتها مأساة تصير كونه معناتها حتى في مجلس التأسيس يجبدوا على ذاك القانون متاع معناتها التطريح متاع الأعدام. فهمني احنا نشوفوا حاجه برك لان معناتها وخيالنا موجودين برشا اللي هم لو كان جاوا يطبقوا الشريعه اللي قال عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان معناتها يطبقوا الايات القرانيه نعم راهو ما ينجمش مؤمن ان كانت صيغته او انسان ان كانت صيغته ما ينجمش حتى يمسخوه المؤمن لبسوء لفظي ولا بسوء معناتها عنفي. هنا اخويا معناتها سي نور الدين معناتها اللي نشوفوه حسب المفهوم نعم نشوفوا معناتها توا الاحكام اللي موجوده في معناتها القانون نشوفوا بعض خيان اللي معناتها فما حتى زوجات متعدات عليهم بالقتل بالسطور وبالسكاكن هذوما معناتها مآلم اذا كان ما تكونش هما فيهم عبره للناس معناتها وقت اللي تشوفهم على معناتها تطبيق القانون الشرعي معناتها الشيء دائما يتواصل نعم. وشفنا برشا معناتها حالات تعداو كيفاش معناتها الخيانات تقع وليدات صغار يقتلوهم يذبحوهم وليدات صغار معناتها يقددوهم معناتها يمور كبيرة. هذا علاش؟ لأن ما موقعش تطبيق الشريعة على الناس هذوما اللي هم خرجوا على نطاق الإسلام وعلى نطاق معناتها العدالة الرسمية. نعم شكرا لك. نعم نعم شكرا لك يا ستوفيق، ولكن حبيت نشير لك أنه سواء كان التشريع الوضعي وإلا السماوي الكلهم يرفضوا الكلهم يدينوا الجرائم وكلهم يحفظوا النفس البشرية وفما دعوة صريحة نصا شرعا ونصا قانونا اللي الكلهم تدعو إلى حفظ النفس البشرية. سي محمد اللي وقع اليوم في تونس من اغتيالات ومن جرائم اللي مشيت ضحيتها أرواح بشرية من سلك الحرس الوطني يعتبر من صنف الجريمة السياسية؟ هو كان مش نصنفوه من ضمن الجريمة السياسية باش نكونوا وجهنا أصابع الاتهام مباشرة إلى الحكومة أو إلى الساسة باش نكونوا واضحين، إلا أنه حسب اعتقادي هذايا ما يكون كان الجرائم اللي قاعدة تقع حاليا في تونس حسب اعتقادي ما هي إلا وأنا ممكن هذه رأيي الشخصي وجهة نظر ما هي إلا أجندات أجنبية قاعدة تتمرر لهنا في تونس عبر ترابنا باعتبار وأنه تونس العزيزة هي
أرض السلام يعني عمرها ما وقعت هل رغم أنه في وقت في يعني في وقت ليس ببعيد في التسعينات يعني الإرهاب في الجزائر يعني على يعني أدطى معناتها جيست بحذانا ما هوش بعيد علينا وما انتقلش إلى تونس وما جاش لتونس وقعدت الخلايا النائمة في الجزائر غادي ونعرفها حتى عن قرب في الجزائر وما انتقلش الإرهاب لتونس وما جاوش. علاش في هالحالة في الوقت هذا بالذات وعلاش في الوضعية اللي شهدتها تونس توا يعني الجرائم أو الجرائم القتل أو هو في الحقيقة هو حرب مش على الإرهاب بقدر ما هو حرب على الإسلام. يعني شوفوا كونه في بلاد المسلمين الكل ما تلقاش حتى بلد مسلم رهيب مهما كانت تركيبته مهما كانت عقليته مهما كانت حتى المسلمين والعرب. إذن أنت تعتبر أنه ما هو واقع اليوم مخطط له تنفيذا لأجندات أجنبية؟ شيء مؤكد لأنه إحنا لو في تونس من بنزرت لذهيبة كلنا مسلمين عنا نسبة تكاد تكون قليلة وقليلة جدا من المعتقدات أو ما همش مثلا توانسة عنا شوية إخوان يهود معناتها توانسة نعم. هم في الأصل نعم. معناش عنا خلافا على بعض البلدان احترام لهم ولعقائدهم نعم. هذاك لأنهم توانسة في إطار التعايش اللي نص عليه عاشوا في تونس نعم. وهذوك جزء لا يتجزأ من أرض تونس نعم. إلا أنه الأغلبية الساحقة يعني نسبة المسلمين من المسلمين نعم. خلافا على بعض الدول في الشرق تلقى كما تفضل وقال كونه تلقى المسيحي وتلقى الأجنبي والمسلم وتلقى الدرزي وتلقى الكردي وتلقى جميع الطوائف والقبطي جميع الطوائف تلقاهم يعيشوا في نفس البلاد حتى أنه إذا كان شعلة النار في بعض البلدان هذه تلقاها النعرة الطائفية تقوم. احنا معناش النعرة الطائفية احنا مثلا عنا روح التسامح في تونس استنسنا به صحيح قد يكون من مخلفات الحكومات المتعاقبة يعني اللي خلاها أو الموروث اللي خلاه المخلوع يعني كبت فقر بطالة يعني ناس كانت مكبوتة على جميع المستويات لا من الناحية أنه يعبر من أنه يخدم من أنه يأكل من أنه حتى عون رجال الأمن في حد ذاته كان يعيش القهر. أنا يعني عندي توا تسجيلات لرجال الأمن عندي التوى على الفيسبوك بعد الثورة معناتها عندي حتى شكون يحلي في الكاسكروت يقول لي شوف من أمس لليوم مش يجيبونا وحلي في الكاسكروت التوى معناتها شوف فاش يعيش رجل الأمن توى كيف يلقى متنفس مازالش ما فيها باس أنه يتنفس لكن مازموش يضر غيره يذكر أنه تونسي وأنه هالأرض هذه راهي ما هي ورثة لحتى حد في الأخر كلنا ماشيين ماذا بينا نخليه الأثر الطيب نعم. باش ما نخلش على الموضوع ولا أن الواحد موجوع كيف يحكي على تونس حتى يلقى روحه ينحاز على الـ على الـ على طريق أما راهي نسبة الجريمة في تونس هذه ما أداها الوضع الاجتماعي المزري البطالة كما كانوا يحكيوا الإخوان احنا ما تنساش كونه رانا 23 سنة من اللي شد المخلوع الحكم راهو فما الجيل هذايا في حد ذاته مانيش باش نتهمه بأي اتهام قد يمس من كرامة أو من شخصية إلا أنه الجيل جيل ما هوش مؤثر جيل بعد على سماحة الدين الإسلامي. احنا في الاستوق نحكيو كمسلمين يعني ما يعطينيش قلبي انا والله انا نفتح قوسين جيت مش نذبح السناف العلوش نذبح انا نعم. خذيت السكينة مش نذبح ما عطانيش قلبي والله في داخلي قلت يا ليت هالسنة ما كانتش خاطر كأني مش والله بالحق صدقني يعني كأني سوف اجهز على كيان على روح على ذات فما بالك انه نوصل القتل الى الانسان يعني هذا قمة الجهل وهذه قمة عدم الفهم الصحيح للدين الإسلامي والإسلام. احنا تفضل سي محمد لو كان هالجهود هذه اللي قاعدة معناها تمشي هباء منثورة وربما تأجج في الفتن ياليتها كانت موجهة إلى أراضينا في فلسطين المحتلة ياليتها كانت هالأموال هذه لنصرة إخواننا في بورما تنوصلوا لمفهوم الجهاد معاك سي عمر بعد شوية ما خلينا ناخذ تليفون آخر معانا الآن من القروان أخت وسيلة مرحبا بها أهلا سهلة الو عسلامة وسيلة عسلامة مرحبا بيك مرحبا بيك وسيلة اولا نترحموا على شهدائنا البواكر ربي يرحمهم ان شاء الله ان شاء الله ثانيا نرحبوا بالضيوف ونرحبوا بالاستاذ محمد الفقي شكرا ورئيس حزب رفاه التونسي ونقول له ربي معك نحب نساله سؤال نحب نساله ما هو الحكم الصادر على شخص قتل نفس بشرية عمدا وقيل على وجه الخطأ شنو قيل على وجه الخطأ فما قراءة تدل على ذلك ولا
وسيلة ما زالت معنا بطبيعة. به تسمع فينا وسيلة ولا؟ أي نسمع فيكم. معنا فما قراءة تدل أنه على وجه الخطأ القتل ولا؟ لا آه يعني القتل عمدا. عمدا. لكن قيلة على وجه الخطأ، لكن القتل عمدا. تو كيفاش سي محمد عمدا وعلى وجه الخطأ معناها؟ ما نجموش نكيف القتل العمد أنه يتكيف على وجه الخطأ، لكن هناك أدلة وبراهين بالمحضر أو طبعا